مرحبا للجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بالمدن والقرى والبلدات اللبنانية، وتحية كبيرة من القلب لكل المغتربين، ودائما بنقول لهم لبنان مشتاق لكم، لبنان وطن الأحلام، وطن المحبة والتسامح واللقاء، ودائما والحوار والوحدة الوطنية والعيش الواحد دائما مشتاق لكم. دائما بيهمنا التواصل مع مختلف المدن والقرى والبلدات اللبنانيه، لانه دائما عنصر الاغتراب هو عنصر فعال وداعم دائما للوطن، خصوصا بهالظروف الصعبه اللي عم تمر على وطننا الحبيب لبنان. اصدقائي، مرايا الشمال هو مساحه محبه وحوار، مساحه تلاقي، جسر تواصل بين شمال لبنان وكل المناطق اللبنانيه. اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. بهالظروف الصعبة الاقتصادية والمعيشية الضاغطة فعلا عم بتشكل هم كبير، وخصوصا على الطلاب مع بداية العام الدراسي. اليوم في فكرة تطوعية شبابية فعلا متميزة بمدينة طرابلس، هالمدينة مدينة المحبة والسلام، وتحديدا على ساحة التل، هالساحة اللي هي تعتبر مركز تجمع لكل أهل المدينة. اليوم رابطة الطلاب بلبنان بالتعاون مع جمعية أهل العطاء، مع المنتدى السياسي الاقتصادي والاجتماعي، مع تيار المستقبل، مع هيئات اجتماعية داعمة لهالنشاط المتميز، عم يتم عملية توزيع كتب، يعني من خلال ورقة للكتب طبعا بيعتمدها الطالب من قبل مدرسته، وهيك بيكون ببداية عام دراسي مزود بالكتب المطلوبة. هيدي حملة بكتابة تعلم، هلا السنة الرابعة بتنعمل بطرابلس ومنعمل بكذا منطقة تانية. بسبب الوضع المعيشي اللي عم تعيشه وتعاني منه هالمدينة، كل سنة عم نعمل جهدنا تكون أحسن من السنة الماضية، ونبحث كرمال نأمن دعم للجمعية للرابطة، وكرمال بنفس الوقت بدنا نساعد تلاميذ اخواتنا، يعني خاصة بهذا الوضع المعيشي تحت الصفر. كله حابب يساعد الكل، يعني كله بده. انا بقول لك انا عندي كتب، ما انا لازم مثلي شو بدي اعمل فيهم، بيجي بيتبرع فيهم هون، ونحن بناخذ ليستا. مثلا بيجي حدا لعنا بده كتب منهم موجوده، بناخذ رقمه لما يتوفروا عنا بنرجع بنحكيهم كرمال يجي ياخذهم. انا شوف استاذ هرموش، احنا وياك هون، حضرتك شو دورك هون بال انا مسؤوله رابطه طلاب شمال، يعني برابطه طلاب لبنان. نحن هون انا المسؤوله المباشره عن الحمله هون، مسؤوله عن التنظيم، نقسم الادوار بيناتنا، بقسم ادوار الشباب وكيف كل حدا بده يشتغل. طبعا نحن هون عم ننزل بدعم من منتدى وجمعيه اهل العطاء، عم يساعدونا وتيار مستقبل، فنحن كتيم عم نشتغل كتيم واحد. هيدي الحمله تاسست مع اسيس الرابطه من حوالي 4 سنين، هيدي للسنه الرابعه التوالي. هدف الحمله هو تحقيق جزء من هدف رئيسي للرابطه، اللي هو دعم الطلاب بالحالات الاقتصاديه الصعبه. يعني انت هلا نحن هون هالسنه الرابعه اللي عم نعمله، وبتعرف السنه وضع اقتصادي كثير صعب، قدره شرائيه منعدمه، سعر الدولار عم بيزل نار. يعني نحن لازم على القليله نامن مستقبل هالشباب، اللي هن مستقبل الوطن. يعني الحالي للوطن، الحالي للبنان هو حالي مأساويه. نحن لازم نشتغل على انه يكون مستقبلنا مزدهر، مستقبلنا واعي، مستقبلنا متطور. في كثير عالم ما معها تاكل، كيف اللي بده يسجل اولاده بالمدرسه وما معه يجيب له كتب؟ بقى الشباب الله يقويهم ويكثر من امثالك وامثالهم، فعلا عمل عم بيقوموا فيه لازم وزارة التربية هي تقوم فيه. نحن شاركنا الشباب وكنا الداعمين الأوليين للنشاط، مثل ما نحن كمان داعمين لأي نشاط تاني اجتماعي مع أي رابطة مع أي جمعية. الشباب هون مثل ما قالوا الله يعطيهم العافية عم بيوزعوا كتب وعم يأمنوا كرطاسية للشباب. هيدي رابع سنة على التوالي بيعملوا النشاط، وهي أول سنة نحن متشارك معهم وبندعم نشاطهم. كتب هديك السنة بنبدلها بكتب الجديدة اللي من عندهم، مثلا القديم اللي خلصت السنه بنعطيهم مثل هدول هذيك السنه، هدول هذيك السنه بياخذوهم لاولادك يعني؟ لا لابني، بياخذوهم مني بيعطيني السنه هيدي الجديده.
دمروا الاقتصاد وخربوا البلاد ووعدوا العباد وحلفوا لهم يمين. نحن صرنا مجانين تجار بالشطارة، وشو عند المهارة نزرعوا البحر متى بيقولوا هيدي خيارة. صاروا تجار كبار ما بيحكوا غير بالدولار، تضاعوا كل الأحرار وخلونا صرنا ضايعين، نحن صرنا مجانين. القطاع الأهلي والجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني عم بتقوم بدور كتير فعال وعم بتقوم بجهود كتير جبارة بكل المدن اللبنانية وخصوصا بشمال لبنان وتحديدا بمدينة طرابلس. هالمدينة اليوم طبعا اللي هي بحاجة لكتار من الأيادي البيضاء لست حاجات معينة. جمعية سلام بالأمل طبعا لعبت ست حاجة أساسية وخصوصا مع الأرامل مع الأيتام مع ذوي الحاجيات اللي هني دائما في مساعدات. هالمؤسسة مفتوحة أمامهم ودائما في نشاطات يعود ريعة لدعم هالمؤسسة. أستاذ دكتور هلال السيد بدي لك يعطيك العافية رئيس الجمعية. سعد صباحك منظر بيك. الحمد لله رب العالمين، نحن تأسس جمعيتنا سنة 2011 من طرابلس. ضوينا أكثر شيء حسينا من ضوي على الأيتام والأرامل، والحمد لله رب العالمين نحن على مدار السنة عم نقدم لهم قد ما فينا، نقدر نعمل جهدنا نقدم لهم الحصص الغذائية، المأكولات الدجاج. نحن تقريبا كل شهر عنا توزيع تقريبا 1000 كيلو أو 1200 كيلو كل شهر، وفي عنا متبرعين من أستراليا كمان كل شهرين بيبعتوا لنا كمان فريريج ولحمة. وبالعيد عيد الفطر وعيد الأضحى بنقدم لهم كسوة العيد والأضاحي، وبنعمل لهم ندوات محاضرات للأيتام. نحن بنحب نضوي عليهم على طول، محاضرة توعية لألهم للسنين، بنعمل لهم ذكرى المولد النبوي الشريف، نحتفل بشيء لعيد الاستقلال. للأرامل بنعمل لهم توعيات، محاضرات توعية عن سرطان الثدي، عن المحاضرات عن التغذية. وعم نحاول هلا قد ما فينا، فتنا بمجال هلا القرطاسية، نعمل لهم حصص قرطاسية. وعلى كمان قدمنا فترة كمان كراسي مدولبة لذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال وللكبار بالعمر، وقسنا الحمد لله مكفيين. دكتور هلال طبعا هالعمل اللي عم بتقوموا فيه بده مين يدعمه مش هيك؟ يعني اليوم انت عم بتقوم دائما بدعم يعتبر شهري مش هيك دائما؟ صحيح. من يدعم هذه المؤسسة؟ نحن مدعومين، نحن اكثر شيء من اعضاء الجمعية، وفي ناس كفلاء من برا في داخل لبنان وخارج لبنان هن بيقدموا لنا المساعدات الشهرية. قد ايه في حاجة بمدينة طرابلس؟ طبعا شغلكم وسع طرابلس وضواحيها. صحيح، نحن واصلين من ضمن طرابلس للمنيا لعكار، وواصلين كمان للألمون. شو النشاط اللي عم تحضروا هلا بالاضافه للقرطاسيه؟ هلا فهمت منك عندك القرطاسيه اليوم على ابواب العام الدراسي. هلا نحن عم نشتغل على معهد الشيء المطبخ، كمان المطبخ فني نحن اشتغلنا عليه برمضان، بس هلا عم نجهز مطبخ كامل على مدار السنه. اي متبرع بيحب يطعمي الايتام والفراء بيجي لعنا بنطبخ لهم بنقدم لهم الوجبات سخنه، بيتم الراعي كمان للايتام. انا وقت كنت عم راقب وشوف هيدي جمعيه سنابل الامل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لقيت انه العمل الخير عم بيكون بمحله. صرت راقب عن قرب اكتر، لقيت انه عم بيصيب بشكل خاص واولي اليتيم، واليتيم مثل ما بنعرف هلا مثل ما فتوا كمان مكتوب قول للنبي انا واليتيم كهتان في الجنه. اليتيم ما له حدا، اليتيم بده مين يساعده. وقت لقيت اخواتي بالجمعيه وخيي هلال عم بيشتغلوا ويحطوا يجيهم المعونه ويحطوها كامله في محلها، تشجعت وصرت مديت يد بسيطة مثل ما بيقولوا حجرة بتسند خابية من هالأصدقاء. من هالأصدقاء وين عنا معارف نجي نطلب، يتصل فيني الحاج هلال عنا حاجة هيك نتصل فيهم نطلب يلبوا دغري، لأنه عمل الخير بمحله جيد ومصيب. بدي أحكي أنا بموضوع أنه هلال لازم يأخذ دور البدر التام الذي لا ينتقص. ولد هلالا ولكن هو قمر مبتدر. أنا راقبته عن كثب وارتضيت بشرف أنه أنا أكون المشرف العام، لأنه قبلت عن قناعة، لأنه بعد دراسة دقيقة ومتأنية لعمله وجدت أنه من الجمعيات الخيرية غير الافتراضية. نحن منمر كل يوم بشخصيات افتراضية بتحس أنه هي صديقتك، بتحس أنه كأنه كان أحلام يقظة وأنه حلم فقت منه، بيكون شخص افتراضي، بتحس انه انت مع مجموعة بعدين بتفتكر حالك انك انت بموضوع افتراضي ليس موجود على الارض. انا عضو مؤسس وعضو هيئة ادارية وعضو هيئة العامة لمعظم الجمعيات الطرابلسية والشمالية.
بيمتاز الأستاذ هلال السيد رئيس جمعية سنابل أمل أنه عمل الخير هو على مدار الساعة، على مدار اليوم، على مدار الشهر، على مدار السنة. بيشرفني أن أكون مع هلال بالسنابل، أكيد لأكون داعم إعلامي حده ومعه بهذا العمل الخير الرائع اللي أكيد بيورجي صورتنا الحقيقية وصورة طرابلس. الإعلام بالشمال بألف خير لو ينعطى الفرصة كتير منيح. انت بتعرف انه مش كل الاوقات نعطى فرصة للاعلام بالشمال، بس لكن احنا دايما هلأ بالمجهود الفردي والشخصي وبالطاقات اللي عنا اياها عم نجرب نقول نحن بعدنا على خارطة الوطن. طرابلس هي نقطة صغيرة بالوطن بس هي كبيرة بعطاءاتها، يعني هي الخريطة. تخيل بيكون فيها طرابلس ولا شيء، طرابلس مدينة العلم والعلماء والمثقفين، واكثر من هيك مدينة الناس الطيبة اللي بتساعد الناس. النشاطات الرياضية طبعا النشاطات يعني دائما فيها تشوق وفيها شغف، خصوصا رياضة التزلج المائي هون ببحر الميني ناشطة جدا. اليوم عم نشوف منتجع أكواريوس، هالموقع السياحي المتميز اللي طبعا هو دائما بيهتم بالسياحة، اليوم عم بينظم هالنشاط السياحي طبعا دائما في جذب لسواح لهوات هالرياضة بمختلف مناطق لبنية. استاذ احمد الخير بدي لك يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. يعني يعطيك العافية على النشاط اليوم، مصر رغم كل الظروف عملت مباريات بالتزلج المائي. خبرني ليش المنطقة مهيئة سياحية؟ ليك شوف، نحن عندنا بحر كتير حلو وكتير نظيف وعندنا جبل. يعني اليوم انتو عملتوا الشباب عملوا تزلج على الماء، غير ايام عم يعملوا يعني على الجبل، فعم يطلعوا بالهواء بالمظلات والى اخره. فنحن منطقتنا مهيئة لكل يعني كل الامور السياحية. حتى غير هيك بتمنى انا على الدولة اللبنانية تساهم بهالامور، هي غايبة كليا، ما حدا بيسأل، خاصة منطقة الشمال، ما بس المنيا، حتى منطقة الشمال كمان. بتمنى انه شوي الاعلام يضوي على هالموضوع. Get away with it, 'cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby, I tell you though, 'cause I'm feeling so good. دكتورة جيمي كسرواني، أنت بطلة لبنان برياضة التزلج المائي، فعلا شغلة حلوة. خبريني عن الهواية، كيف بلشت، كيف تعلمتيها، وشو المراحل اللي قطعتيها؟ هاي الكايت سورفينج صراحة بلشت فيها من شي 7 سنين، ماني ختيارة هالقد، بس يعني شفتها عن الشط ببلش عن البحر يعني هون بلبنان، مش انه تعرفت عليها من برا، وتعلمتها هون بلبنان، والسنة من وقتها بلعبك يعني وبشجع كل العالم، لانهم بما انه الهوا فور فري يعني مينيموم الواحد يلعب هيك لعبه ديفولمون بهيك ستريس وبهيك ديبرشن وبهيك اوضاع، يعني مينيموم الواحد يلعب رياضه يعني يطلع طاقته فيها. واجمالا هي رياضه للنساء مثل الرجال، يعني ما فينا نقول والله انه بس منوع كاتيجوري معينه من العالم فيها تلعبها، اجمالا كل عالم صغار كبار، بس مهم يعني يفوت بمدرسه ويتدرج. بتبطل يعني هني بيشوفوها انه نحن عم نطير كذا متر وعم نتشقلب وندقلب انه هلا حنتكسر، لا بالعكس، هي سيف كتير،
بس الفكرة أنه الواحد يمشي step by step. دكتور نبيل ناغي، حضرتك طبيب أمراض عيون واختصاصي جراحة العين، يعني موضوع بده الشغل كتير، ولكن بتترك أحيانا بتترك هموم المهنة وبتتوجع على البحر على الرياضة الحلوة. نحن بنشجع الناس تعيش بطريقة متوازنة، يعني الشغل والجراحة والطب ما بيمنع أنه الواحد يكون رياضي ويعيش بطريقة يعني صحية منسجم مع نفسه. ونحن يعني رياضة الكايت سيرفينج هي من الرياضات الراقية جدا، ولا هي سيف، وكل إنسان بيقدر يتعلمها بتدرج ويصير يلعبها، خاصة بمناطق مثل المنيا اللي عندها شط رملي واسع وبيفوت عليها نوع من الهواء اللي هو خاص لها الرياضة، واللي هو بيخليها تكون كتير كتير ممتعة. وهذا النوع الهواء ليه البلدين بالشرق الأوسط اللي عندهم، يعني موجود بمصر بشرم الشيخ وموجود بدبي، بس هناك بيكون الهواء أقل بدبي. عنا بلبنان يعني بيرتقي لنوع مستوى الرياضة العالمية. تعرضت شيء لحوادث بحياتك؟ يعني لأنه بعرف أنه هي القصة كمان فيها شيء من الخطورة، ولا هي كلها سيفتي تمام؟ هلأ نحن إجمالا رياضة الطيران بشكل عام هي فيها نوع من الخطر، بس ولكن إذا لعبت بالطريقة الصحيحة بعد تدريب ومع دروس، يعني أنا ما بحياتي صار معي ولا أي مشكلة. نحن منطلع منطير يعني من الجبل ومنطير على البحر. كل رياضة بتلعب ضمن أصولها، يعني مثلا في ناس بيعملوا أكروباسي بالمظلات الطيران شوي بيكون أخطر، نحن بنعملهم فوق المي. يعني الأكروباسي تبع الكايت سيرفينج على المي بتخلي هالرياضة تكون كتير آمنة، إنه الواحد يعمل كذا برمي بالهواء، أكتر شي بيصير إنه بيقع على المي. يعني نحن هون بهالمنطقة شطوط عنا كذا كيلومترات من الرمل الناعم، واللي هو كتير بيكون سيف لهالرياضة. نحن بنلعب غير محلات بيكون في شط صخر أو شط غير آمن، نحن هون كتير الشط آمن، ويعني لو يعرفوا عنه العالم بيركضوا ركض. يعني ربيع وهبي، أنت بطل بعدة رياضات، مش هيك؟ اليوم شفناك بالتزلج المائي، وأنا بعرفك أنت كمان بتدرب على الهبوط المظلي. صحيح. ورياضي متعدد بفن السباحة. اليوم في تركيز على السياحة بالمني بشمال لبنان، ليش المنطقة هالقد مهيئة؟ صح، عنا بالمني نحن شط تقريبا طوله شي 10 ل 15 كيلومتر، هيدا شط رملي كامل، يعني من أفضل شطوط عنا بلبنان بشكل عام هو عنا بالمني. عندنا نسبة رمل كتير كبيرة، ما في صخور قليلة، فبتساعد كتير انه هاللعبة تنتشر، وحتى لافتتاح مدارس ولا ينعمل فيها بطولات دولية ولبنانية ومحلية هون. شو بتنصح اللي بيحبوا هالرياضات؟ يعني هي فيها شيء من الخوف القلق، اما محمية برأيك؟ لا اكيد بدك تكون خاضع لتدريبات ومجهز حالك، يعني مثل ما شايفين بنلبس اللايف جاكيت، بتكون دايما السيفتي فيرست، بدك تكون اخذ كل احتياطات السلامة وبتلعب وبتستمتع وبتعمل نطاط وبتتزلج على المي، ورياضة كتير. خبرني من شوي على الشط انه بيكون واحد عنده قدرة جسدية، مش هيك؟ لانه الهواء هو بيتحكم فيك وانت بتكون قادر لتقدر تمشي معه. هلا انه حي الله انسان انه شوي انه لياقته منيحه بتساعد، هلا ما بدها كثير لانه في حسب سرعه الهواء بتختلف من سرعه لسرعه، عرفت كيف؟ فاليوم كان الهواء قوي شوي، اليوم سرعته 50 52 كيلومتر، فبيختلف حجم المظله، عرفت كيف؟ في 7 متر، في 5، في 9، كل ما قوي الهواء بيصغر حجم المظله. فانت ليه ما بتنظموا هون هيك نشاطات؟ هلا بالمني تقريبا صرنا شيء 4-5 سنين عم نشتغل على هذا الموضوع، وعم نحاول نكبر اكثر واكثر، ونفتتح ان شاء الله قريبا مدارس لهيدي اللعبه. أمام تحديات جائحة كورونا في لبنان وخاصة في منطقة الأبيات في عكار، اضطر منظمو ريف أيام بيئية وسينمائية إلى تغيير جذري في بنية المهرجان الذي انطلق عن الأونلاين من معمل الحرير في البلدة، وتابع مسيرته على منصة أفلامنا أونلاين، حيث العروض ما تزال مستمرة وباستطاعة الجميع المشاهدة. الدكتور أنطوان ظاهر تحدث لتلفزيون لبنان عن أهمية المهرجان. ريف أيام بيئية وسينمائية هو المهرجان الفريد من نوعه بلبنان والعالم العربي، اللي بيهتم بقضايا الريف والبيئة والطبيعة
واللي بيمزج ما بين الفن السابع والبيئة وقضاياها وضياعنا الضايعة بلبنان والعالم. هيدا المهرجان من تنظيم مجلس البيئة لأبيات وجمعية بيروت دي سي ببيروت اللي هي جمعية سينمائية. انطلق سنة 2018 بالنسخة اللي نحن سميناها النسخة صفر. كانت بالنسبة لنا هي التجربة، ولكن كانت التجربة ناجحة جدا، حمستنا لنعمل النسخة واحد اللي صارت من سنة بال 2019. على مدة 4 أيام مليانين كانوا كتير ناجحين، ما دفعنا إنه نكمل بهذا المهرجان ليصبح موعد دائم، وأصبح ريف العالم منتظرته كل سنة. أحلى عروس. يلا ويلو للشباب. وكل الناس السنة عم يسألونا شو بدكن تعملوا بريف. لا، السنة رح نعمل ريف بالرغم من كل شيء عم بيصير، ولكن اضطرينا بسبب كورونا والمستجدات كلها سوا انه نغير. ما رح نقدر نعمل العروض الحية اللي كنا نحن مفكرين انه نقدر نعملها. انطلاقة المهرجان رح تكون على الاونلاين من عكار، من لقبيات، وتحديدا من هون محل ما نحن موجودين من معمل الحرير. السنة برمجت هالمهرجان عكست الأحداث اللي عشناها، للأسف في منها بشاعة ومنها أحلى، واللي هي أكيد وباء كورونا وتأثيره علينا وعلى نظرتنا على البيئة وعلى الحياة، وكمان الأزمة الاقتصادية اللي عشناها واللي خلتنا نفكر ببدائل مثل بدائل الزراعة أو بدائل التسليق اللي هو طبعاً بيجي من كرم الطبيعة. والحدث الثالث اللي عشناه اللي هو كفاح أهل مرج بسري إنه ينجحوا ويوقفوا مشروع السد المخرب يلي كان إلهم من 2014 بيناضلوا ليوقفوا. شيء أساسي عملناه السنة إنه عملنا منافسة للأفلام القصيرة يلي بتطرح موضوع تأثير كورونا علينا، وتقدم لنا كتير أفلام واخترنا 20 فيلم لنعطيهم 3 جوائز. واحدة من الجوائز هي رح تكون جائزة الجمهور، فمندعيكم إنه تصوتوا من هلأ يعني من 8 الشهر ل 14 تشرين الأول على موقع أفلامنا لتختاروا أكتر فيلم بتحبوه. طبيعة it's actual it's a living thing، عايشة معنا، بس نحنا we decide to ignore it. على أفلامنا .online بين 8 و 21 أكتوبر رح يكون في مجموعة أفلام لبنانية وعربية وأجنبية يلي هي رح تعكس هالمواضيع يلي حكينا عنها قبل شوي، وقسمناها بثلاث خانات. أول خانة هي بورتري لأهل الريف، ثاني خانة هي كيف نحن اليوم معقول نرجع نفكر بعالم إنساني وبيئي أكتر بالظروف اللي موجودة اليوم بالعالم كله. اخترنا بعض الأفلام اللي بتفرجي بدائل معينة موجودة لحتى يكون عالمنا أفضل. والخانة الثالثة هي خانة الأرض وتسييس الأرض، كيف مجموعات جمعوا لحتى يناضلوا لقضية ما بتخصها بالأرض تبعهم، خاصة بحقوقهم ضد القمع ضد الفساد، وهيدا طبعا موضوع احنا بلبنان كتير منعاني منه. فرح نفرجي كذا فيلم من العالم، هالعالم اللي عم يغلي اليوم بكل هالقضايا هيدي،
وبلبنان في عنا فيلم اسمه المرج بهيدي الخانة، وهيدا فيلم يفرجي كفاح أهل بسرة. هيدا الفيلم الوحيد تقريباً اللي رح ينعرض طريقة حية ببسرة نفسها، رح نعرضه ورح يكون فيه كمان ندوة تعملها المفكرة القانونية كرمال نشوف شو المستقبل تبع بسرة بعد هالانتصار الصغير، شو معقول يعملوا، هل معقول يصير فيه محمية. رح نستقبل أخصائيين بيئيين قانونيين وأكيد أهل المرج رح يخبرونا شو تصورهم لقدام لهالمنطقة الحلوة اللي هي للأسف بعدها مهددة. إن شاء الله تنبسطوا بهالبرمجة، وعلى أمل إنه سنة الجاي نرجع نلتقى بالقبيات وبغير أماكن بالأرياف لحتى نحتفل بالسينما بالهواء الطلق بالطبيعة الحلوة، نسمع نقاشات ونحضر محاضرات بيئية، ونحاول قد ما نكون نجمع بين السينما والبيئة اللي هو هدف ريف. أصدقائي، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ببرنامج مرايا شمال، على أمل يتجدد موعدنا إن شاء الله بالأسبوع القادم. اليوم عم نختم من هالتونيل الطبيعي من هالثروة البيئية أشجار الكينة المعمرة بسهل عكار على أوتوستراد العبودية، وإن شاء الله دائما الأخضرار بيعم كل المناطق اللبنانية. كان معكم من شمال لبنان منذر الملعبي، أما التصوير لأيمين سليمان، وإلى اللقاء.